متابعي بنكير في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة هنتابع فيها آخر التطورات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الأسواق، والبداية دوما بالعناوين. مصر تلجأ لإجراءات جديدة لتوفير الدولار. أسعار الذهب تتراجع 175 جنيه للجرام وتوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة. مصر تستعد لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. الزراعة تنفذ برنامج تدريبي لتوطين صناعة الحرير بمحافظات الصعيد. بانكير، نبض البنوك. أهلا بحضراتكم مجددا. بدأت البنوك المملوكة للدولة في الأشهر القليلة الماضية بيع سندات مقاومة بالدولار مرتفعة الفائدة، ويمنح قانون داخل حيز التنفيذ في مايو الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 50,000 دولار أو إيداع 50,000 دولار في بنك مملوك للدولة. تأتي هذه المبادرات في أعقاب خطة أعلنت في 2022 تمنح المصريين المغتربين إعفاءات مقابل دفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات بالعملة الصعبة، إلى جانب إجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في الأراضي والصناعة كذلك في الأراضي المصرية. تشهد أسعار الذهب تراجعاً خلال الفترة الحالية، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 من 2425 إلى 2250 جنيه، وذلك في ظل الأيام القليلة الماضية، ويسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيه، فيما سجل عيار 21 نحو 2250 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1928 جنيه، وجنيه الذهب نحو 18,000 جنيه. وقال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الذهب تراجعت خلال الفترة الحالية من 2425 إلى 2250 لعيار 21، وأوضح أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية من 2150 إلى أكثر من 2400 جنيه لعيار 21، وذلك بدون مبرر سوى طلبات متزايدة مع تراجع في المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية. عقد دكتور محمد معيط وزير المالية اجتماع رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك يومي 25 و26 من سبتمبر المقبل، والتي تنعقد لأول مرة في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ. كما استعرض الوزير نتائج اللقاءات التنسيقية للجان الفرعية المشتركة بين وزارة المالية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكداً على ضرورة مراعاة كل التفاصيل بدقة وعناية شديدة تحقيقاً للمستهدفات المرجوة من اجتماعات البنك الآسيوي. أعلن معهد بحوث وقاية النباتات تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية تحت عنوان إنتاج الحرير الطبيعية كأحد آليات التنمية المستدامة، تبدأ خلال الفترة من 21 حتى 22 من أغسطس الجاري بمحافظة سوهاج، و23 و24 من أغسطس بمحافظة قنا، بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظتين في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمعهد بحوث وقاية النباتات بتنفيذ رؤية القيادة السياسية في إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعية في مصر، من خلال استهداف تدريب الشباب الخريجين والمرأة والراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة، مع تكثيف كل أشكال الدعم الفنية في مجال تربية دودة الحرير وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، نلقاكم في نشرات وتغطيات أخرى. كنت أنا معكم عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.